ما دمنا نرجع للتاريخ، مصر أصلا فرعونية. نعم. وبعدين المسيحية دخلت في مصر وصارت مصر مسيحية، وما قلناش المسيحيين غزوة اللي احتلوا مصر ده، دخلوا والناس أمنت بالمسيحية وتحولت مصر بعد بعدة قرون إلى المسيحية. نعم. جاء الإسلام إلى مصر، ومصر كنا جاء تعب. دخل عمر بن العاص، دخل مصر ومعه مجموعة. عمر بن العاص، أنا حسب ما قرأت في التاريخ أنهم كانوا 3000 واحد، واستقبلوهم الأقباط. أيوة. أنا جاء غازيا أم جاء فاتحا؟ لا، هو جاء مصر فاتح لسبب، احنا كنا تعبانين جدا من الحكم الروماني. نعم. وكانوا باعتين المقوقز والي وبطريرك في نفس الوقت. حسنت. وكان مستبد وكان بيتعب جدا الأقباط، لدرجة أن نفى البابا بنيامين إلى الصحراء بعيد عن كرسيه. نعم. عمر بن العاص لما عمر بن العاص لما دخل ولقينا أن هو قادر على استعادة البطريرك وعودته مرة تانية لكرسيه، اتبسطنا جدا وقعدنا مع بعضينا، وبعد كده توالت أحداث التاريخ نيافة الأنباء وقاعدين مع بعضين. حضرتك من داخلك مقتنع أنه فتح؟ أصل كلمة فتح زي ما بقول يعني هي بمعنى ماذا؟ بمعنى إيه يعني؟ كنا قافلين الدكانة ولا قافلين البيت ولا قافلين البلد؟ لا، كانت البلد مقفولة بيد الروم. معلش، عشان كده بقول إيه؟ ففتحها عمر. إنها مقفول علينا طبعا من ناحية الحكم الروماني. نعم. ففتحها عمر. فتحوا ودخلوا وبعدوا الحكم الروماني، حاجة كويسة يعني، مش ما ضايقتناش. مثلا عمر بن الخطاب ما رضيش يصلي في كنيسة القيامة، قال لحسن يفهموا ان انا هحولها الى مسجد. منتهى المحبة ومنتهى الحكمة. ومش بس كده، كان عادل جدا زي ما انتوا عارفين، لما كان نايم تحت شجرة بدون حراسة، فواحد معدي من الاعرابيين فقال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. احنا ليه نسينا ان عمرو بن العاص هو اللي رجع البطرك بتاعنا الكرسي؟ لما جه كان في بطرك دخيل يوناني فرض علينا واضطهدنا، تصوروا مسيحي واضطهدنا لدرجة ان البطرك اختفى والأسقف اختفوا من كتر الاضطهاد. رجع عمرو بن العاص قال لهم فين، وجابوا ورجعوا كرسي وأعاد له كل كنائسه. حاجة جميلة، هو ده الإسلام.